السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيداير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في تغازوت فيلاج. في هذا الفيديو غنكتشفوا بزاف ديال المناظر زوينه، بزاف ديال البلايص زوينين هنايا في تغازوت. بقاو معايا حتى الاخر، يلا ليتس جو. يلا وصلنا دابا منظر بانورامي واعر واعر بزاف. هنايا كتبقى التغازوت من الفوق ديال هذا الشمال الفوق. جينا لشاطئ المضربة، شاطئ زوين بزاف، كيجيو ليه صحاب السيرف بزاف. كاينه موجه زوينه اليوم، غادي نمشي نقرب عند هذوك تما ونصورهم، نحاول اما امكن نشد شي لقطات زوينين. كاينه موجه واعره اليوم الخوت، اجواء زوينه، ماكرهتش الصراحه نسورفي، ما جبت معايا لا ماتريال لا والو. اوروبيين كيجيو بزاف يسورفيو هنايا. تغازوت كتعتبر عاصمة ديال السيرف، لأن بزاف ديال الأجانب كيجيو هنايا كيسيرفيو. هانتوما كيف ما كتشوفو ورايا البلاصة هادي سميتها المضربة، بزاف ديال الأجانب كيجيو هنايا لأن الموقع زوين وفيه موجة زوينة. باي باي. شوفوا على حجرة لقيتها كيفاش دايره، كي بحال القلب. واو.
كنتي تغازوت عاصمة ديال السيرف في المغرب، وتقريبا ولات دابا مشهورة في العالم كامل، كيجيو ليها الناس ديال السيرف بزاف. بلاصة اكسيبسيونال يعني، تقدر تجي ليها بزاف د المرات وما يجيك لا ملل لا والو، زوينة بزاف. خليكم مع هاد الصور مع هاد السينيماتيكس. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش تغازوت، تغازوت هي واحد الفيلاج بعيد على اكادير، على المدينة ديال اكادير، بواحد تقريبا حوالي 30 كيلومتر هكاك. شاطئ زوين بزاف اخوتي، يستحق الزيارة. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، شكرا بزاف على المشاهدة، نشوفكم في فيديو جديد، باي باي.